اللقاء اللي أجراه موفد قناتنا إلى الدوحة الزميل علي الحسني مع نجم الكرة العراقية السابق علي حسين الرحيمة، اللي تحدث بها عن جملة من الأمور فيما يخص الشأن الرياضي العراقي. هذه هي المحطة الأخيرة في حلقة هذا اليوم، راح نترككم مع مقتطفات من هذا اللقاء. تحية طيبة مشاهدين الكرام، مشاهدي سامراء الفضائية أينما كنتم. لقاءاتنا الخاصة مستمرة من الدوحة في بطولة خليجي 24، هذه المرة لقاءنا مع الكابتن الدولي السابق علي حسين الرحيم. السلام عليكم كابتن. السلام حبيبي، وسهلا بك كابتن. نورتنا اليوم في سامراء الفضائية، راح نتحدث عن بطولة الخليج. شو شفت أداء المنتخب الوطني؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكيد أرحب بكم هنا بالدوحة. والصراحة الفريق قدم أداء ممتاز، خاصة المباريات الأخيرة، مباراة المنتخب القطري ومع المنتخب الإماراتي، ممكن صار بعض بعد في مباراة المنتخب مع المنتخب اليمني، بس تعرف أن الفريق متأهل وحاسم التأهل وهو متصدر المجموعة، أكيد شوي يصير تراخي بالموضوع. شيء أكيد نتمنى إن شاء الله المباراة القادمة مع المنتخب البحريني يكون الفريق مركز أكثر، تركيز عالي، روح عالية اللي مثل ما عودونا في المباراة السابقة. وأكيد إحنا كرياضيين وكلاعبين وأنتم كإعلاميين كلنا داعمين للفريق وموجودين مع الفريق، وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق إن شاء الله. كابتن، اليوم توقعك للنهائي، مشوار المنتخب هل سيذهب للنهائي؟ هل سيحصل على اللقب البطولة برأيك؟ توقعك؟ والله هو التوقع صعب، بس على أرض الواقع منتخبنا منتخب كبير، لاعبين مميزين، لاعبين شباب، أداهم جاي صاعد مباراة بعد مباراة. شيء أكيد أنا أتمنى الفريق يتأهل المباراة النهائية، وإحنا كلاعبين هم أكيد عازمين على المباراة النهائية، وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وإن شاء الله يكون بالمباراة النهائية. بعيدا عن كأس الخليج، أين علي حسين الرحيم الآن؟ والله حاليا أنا موجود هنا أنا بقطر الحمد لله مع عائلتي. أنا مستقر هنا بالدوحة، وإن شاء الله الفترة القادمة راح أدخل المحك اليوم محك التدريب وأشتغل هنا بقطر في دولة قطر. اليوم البعض يسأل لماذا دائما المشاكل تلاحق علي رحمه، كان في قطر أم في الزوراء أم في العراق، دائما ما هناك البعض يحاول أن يثير المشاكل. لا هو ماكو مشاكل تحدث بعد مثل ممكن تلاعب، يعني إذا كانت مع لاعب أو مع إداري أو مع عضو في الاتحاد تحدث بعض المشاكل، بس بنفس الوقت الحمد لله يعني إذا كنت بالعراق أو هنا أنا بالدوحة يعني الناس تحبنا وتقدرنا وتحترمنا، وشيء أكيد قلت لك أنا تحصل في بعض الأحيان وما تتكرر يعني، وتحصل في كثير من اللاعبين إذا كانت في أوروبا أو في آسيا. يب يعني علي الرحيم اليوم ما هو رأيه بالمدرب كاتينيتش؟ والله أكيد صراحة يعني على الأداء اللي يؤدي الفريق يعني من المدربين الصراحة المميزين، خلق توليفة جديدة للمنتخب العراقي أو تكتيك جديد للمنتخب العراقي، أظهر لنا بعض اللاعبين الشباب في الفترة الأخيرة. حاليا الفريق يضم 20 لاعب أو 23 لاعب، تحسهم كلهم لاعبين أساسيين. شيء أكيد هذا دور كبير للمدرب الصراحة، أدى بصورة ممتازة، واتمنى له التوفيق مع الفريق، واذا كان في بطوله الخليج او تصفيات كاس العالم ان شاء الله يقود الفريق الافضل للمراحل ان شاء الله. من اللاعب الذي راق لي علي رحيمه او اعجب به علي رحيمه او قريب على علي رحيمه؟ قريب على علي رحيمه. والله ما الصراحه كل اللاعبين مميزين، لاعبين الشباب، بس انا اشوف اكثر شيء بي هواي من علي فاز، يعني شوف اللاعب علي فاز شويه اداءه شوي قريب على ادائي. خليفه لك؟ خليفه؟ لا هو التقييم والتقدير تبقى من الناس المعنيين، اذا كانوا جمهوره والصحافه هم اللي يقيمون علي رحيمه او علي فاز. فالحمد لله انا اشوف الشيء اللي قدمته النادي او البلدي شيء كبير ويستاهل اكثر، بس اقول الحمد لله وشكرا، اتمنى التوفيق ان شاء الله اللاعبين الشباب اللي موجودين، ان شاء الله اتمنى اللاعبين يظهرون افضل من عندنا. كابتن يعني اليوم بصراحه كيف تقيم عمل اتحاد الكره؟ والله دخلني بمواضيع انا مالي خص بها. كنت احد نجوم 2007 واحد نجوم المنتخب الوطني، ابعدتم مبكرا. هو العراق بصوره عامه، يعني بلدنا بصوره عامه بالاوضاع
مهمش يعني ما تعرف ما تركز على شيء رئيسي يعني ذا كان الاتحاد وحتى في الحكومة العراقية يعني ماكو شيء تنظيم ماكو نظام إذا كان الدور إذا نحكي على الدور العراقي فالدور العراقي غير منظم روزنامة ما موجودة للفريق المباراة ما تعرف شو وقت تلعب شو وقت يخلص الدوري فشقيت هذا القرار للاتحاد العراقي فأتمنى إن شاء الله بالفترة القادمة يكون التنظيم أفضل إذا كان للمنتخبات أو للأندية اللي موجودة بالعراق لأن هو المنتخب إصداراته اللاعبين وبطولته هي تصدر الفريق للفريق اللي هو للمنتخب العراقي فأتمنى إن شاء الله الدور يكون أفضل في إنتاج لاعبين مميزين للمنتخب الوطني. رأيك بقضية الكابتن عدنان درجال واتحاد الكرة؟ هذه القضية ربما تذهب طالت كثيراً وربما تؤثر على الكرة العراقية مستقبلاً. والله الصراحة أنا ما عندي ذيك المعلومات على هذا الموضوع بس بصورة عامة إذا كان كابتن عدنان درجال مظلوم فأكيد إحنا معاه ضد الاتحاد العراقي وإذا كان بالعكس فأكيد مع الاتحاد. بس اعتقد الفتره القادمه راح تظهر الحقيقه او بالشهر القادم او الشهرين القادمات لان انا كنت مع كابتن عدنان درجال وقبل تقريبا اسبوع كنا مع المنتخب الوطني في زياره لاعبين منتخبنا ان شاء الله قال الفتره القادمه راح تظهر الحقائق ونشوف منو المتسبب هذا الموضوع واكيد راح يروح ياخذ جزاء ان شاء الله. طيب كابتن علي يعني علي حسين حيما الان معتزل لو يمارس الكرة؟ لا أنا خلاص اعتزلت كرة القدم وقلت لك أنا دخلت الدورة السي قبل شهرين ببغداد حصلت على الشهادة السي إن شاء الله الشهر القادم راح أدخل الدورة اللي هي البي وبعد إن شاء الله راح أشتغل هنا بقطر كمدرب إن شاء الله. على حسين رحمه حقق كل طموحاته؟ لا والله هي طموحات كثيرة كنت أتمنى نتأهل كأس العالم وما حصلت وكنا فريق صراحة كنا فريق مميز لاعبين كلهم نجوم استحقوا ان يتوجون اعطاهم خلال 13 سنه ولا 14 سنه الاخيره في تاهلنا لكاس العالم ما صارت اتمنى ان شاء الله الجيل القادم هو اللي يتاهل كاس العالم اكو طموحات كثيره ان شاء الله اذا كانت تدريبيه او غير التدريب اتمنى ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى يوفقنا ونستطيع ان نسوي فشي ان شاء الله. طيب كابتن راي علي حسين رحمه اليوم بالدوري العراقي؟ والله قلت لك هو الدوري العراقي غير منظم قلت لك انا في بدايه اللقاء يعني ما تعرف شو وقت تلعب ما تعرف شو وقت عندك بطوله اسيويه يعني به هواي امور سلبيه اتمنى من انا رجعت للعراق مع انك كنت العب مع نادي الوكر 10 سنوات ورجعت للعراق وسمعت هذا الموسم كنت قريب من الاتحاد وسمعت هذا الموسم راح يكون موسم استثنائي راح كل شيء يتغير النظام يتغير روزنامة الدوري تعرفها متى التأجيل متى المباراة الآسيوية متى يلعب المنتخب يتوقف الدوري ورجعت ولقيت نفس الشيء وقالوا السنة القادمة والسنة القادمة وصار نفس الشيء فأتمنى إن شاء الله يكون تنظيم أفضل لأن سمعة العراق سمعة صراحة بلدنا بلد تاريخ إذا كان في كرة القدم وغير كرة القدم كل العالم التابعة أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق أقصد الاتحاد العراقي في تنظيم بطولة كبيرة مثل الدوري العراقي. طيب كابتن علي حسين رحمه أنتم كخبرات وكبنجوم شاركتوا كثير من المحافل الدولية في جيل 2007 بالذات لماذا بعيدين اليوم عن الإدارة عن التدريب عن مرافقة المنتخبات الوطنية؟ والله الصراحة أكثر اللاعبين دخلوا اللي هو يعني الأمور التدريبية مثل كابتن عماد محمد محمد ناصر مهدي كريم قصي منير يعني دخلوا مجال التدريب أكثريتهم وعندنا اللاعبين اللي هو اللاعب الإداريين اللي هم تقريبا حاليا مثل كابتن يونس أو كابتن نشت يعني أنا اتجاه التدريب أحب أعمل في كرة القدم يعني أكون قريب من الكرة. شوفك يعني مدرب مستقبلا إن شاء الله أكيد أنا من الفريق اللي تطمح تدربه إن شاء الله بالعراق؟ إيه زوراء أكيد الزوراء محترماتنا لكل الأندية إن شاء الله يوم من الأيام تسنح لي الفرصة وأكون أدرب فريق مثل فريق الزوراء شرف كبير لأي مدرب يدرب هذا الفريق ربما منتخب وطني شوف القادم الايام ما تعرف شو يصير ممكن اصير مدرب ناجح ممكن اكون مو ناجح يعني امور التدريب امور صعبه فلازم واحد يطمح للافضل ان شاء الله انا اطمح للافضل والكاتب الله ان شاء الله يصير رساله علي حسين رحمه الى هذا الجيل ربما هذا الجيل فيه امل الذهاب الى كاس العالم ربما او الحصول على بطولات
والله اول شيء اكيد رسالتي لهم اول شيء اتمنى لهم التوفيق واتمنى يحققون اللي احنا ما حققناه اللي هو التاهل لكاس العالم. لاعبين شباب لاعبين مميزين عندهم بطولات كثيره. اتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لكل اللاعبين المصابين مثل حسين علي اليوم علاء عباس انصاب اتمنى ان شاء الله العوده السريعه ونطمح ان شاء الله احنا كلاعبين وكرياضيين سابقين ان يحققون اللي ما حققناه احنا واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. طيب رسالتك الى الاداره الرياضيه في العراق سواء اتحاد الكره او وزاره الشباب او لجنه اولمبيه وحتى الحكومه العراقيه. والله هو اهم شيء احنا قلت لك اني البلد غير منظم اذا كان من الحكومه او من المؤسسات الرياضيه او غير المؤسسات. اتمنى ان شاء الله هو اهم شيء مثل سنه جاي نشوف هنا في دوله قطر الكل العالم مركز الشيء الشيء الاداري الحقيقي الصحيح الناس اللي تلتزم به فشعورهم انه يحتذون مثل قطر. طبعا صراحه واحد لازم يستفاد يعني الناس اللي تشوفها جاي تشتغل فاكيد تحاول تستفاد من عتها تاخذ خبرات من عتها تحاول تستفاد من عتها في امور اذا كانت تنظيميه اداريه بالملعب بكل الامور. فاتمنى ان شاء الله يحذفون هذا دوله قطر صراحه دوله قطر مهتمه اهتمام كبير بالرياضه وجاي تطلع لهم يعني جاي ثمارهم جاي تظهر للجميع واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في يعني راح يشاركون يلعبون كاس عالم للانديه في قطر كاس عالم للانديه في قطر وكاس عالم 2022 راح يكون في قطر. فنتمنى ان شاء الله بلدنا يعني يطور نفسه اذا كان بالاداره وبكل الامور الباقيه. نعم كابتن اخيرا ما الذي يحتاجه العراق لتنظيم بطوله الخليج 25؟ والله الصراحه في الفتره الحاليه كل شيء موجود. اذا كان ممكن الفتره السابقه كان يعاني البلد من هو المنشات الرياضيه او البنى التحتيه او الامنيه بصراحة لان الخليج كانوا السبب الرئيسي هو من حضورهم اللي هو الامن العاق هو العاق الوحيد. الحمد لله حاليا بلدنا يعني ممتازه في هذه الناحيه المنشات موجوده البنى التحتيه موجوده زائدا الجمهور العراقي هو ملح كره القدم هو الجمهور اكيد راح يجون للبصره او غير البصره راح يستمتعون بهذا الجمهور الكبير. واتمنى ان شاء الله كل البلدان اللي شاركوا في الخليج شارك يمنا كل الهلا بهم. شكرا لك كابتن على هذه المعلومات وعلى هذا اللقاء الجميل. حبيبي حبيبي كل هلا بك ورده. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. جمهورنا الرياضي انتظرونا في حلقه جديده ولقاء خاص. كنت معكم علي الحسني من الدوحه وكادر العمل في امان الله.